عند أول لحظة هتدخل فيها الجنة بإذن الله هتعرف معنى الراحة الحقيقية. هتشم ريحة الجنة اللي عمرك ما كنت تتخيلها، هتشوف حاجات عمرها ما خطرت على بالك، وهتسمع أصوات جديدة عليك تماما. هتبقى داخل المكان ده وانت عارف انك عمرك ما هتخرج منه أبدا. كل المعلومات دي شرحناها في فيديوهات قبل كده من نصوص القرآن والسنة. خلينا نشرح امتيازات فئة معينة من أهل الجنة ربنا أخبر عنهم وعن سبب دخولهم ليها، وذكر لينا لمحات من النعيم اللي هيكونوا فيه. يلا نشوف. طبعا كل الصور اللي هتتعرض دي ما تجيش حاجة جنب الحقيقة، هي بس الشرح التفسير اللي ورد في السنة النبوية ونقله العلماء، لأن مهما حاولنا نتخيل الشكل الحقيقي مش هنعرف. والوصف اللي هنقوله من سورة الإنسان، ربنا أخبرنا في الصورة بأول فوز للإنسان في الآية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يعني يوم القيامة اللي كل الناس هتبقى خايفة فيه، أهل الجنة هيبقى وضعهم مختلف، يعني مطمئنين ومش خايفين من أي شر. ربنا أنزل عليهم سكينة من عنده وخلى الملائكة تطمنهم، وده مذكور في آيات تانية في القرآن. الآية اللي بعدها، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وده معناه إن الصبر على ابتلاءات الدنيا من أسباب دخول الجنة بإذن الله. وأهل الجنة لبسهم حرير زي ما كلنا عارفين، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أرائك مفردها أريكة، ودي كانت معناها عند العرب حاجة كده زي السرير متغطية بقبة وقماش شكله جميل جدا. أما لو من غير القبة دي والقماش فبيبقى اسمه سرير. في ناس كتير ما كانتش تعرف يعني أرائك، هي بقى الجمال ده. والحاجات دي في منها كتير في الجنة، بالإضافة إلى إن مفيش هناك شمس، هي الجنة منورة بنور ربنا سبحانه، وبرضه مفيش برد. فمن الواضح من الآية دي إن مفيش في الجنة فصول زي الصيف والشتاء، هو طقس واحد رائع جدا ودائم، مفيش منه أي أذى أو إزعاج. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني ثمار الجنة غير إنها مختلفة عن الدنيا، هي كمان سهلة في الحصول عليها. أغصان الشجر بتضلل على الشخص وتبقى قريبة منه لما يحب يقطف منها، وده كمان على حسب وضعية اللي عايز ياخدها، سواء نايم أو واقف أو جالس، مفيش أي مجهود بيبذله للحصول عليها. ده بالإضافة إلى إنه مهما أكل منها بكميات مفيش منها ضرر، لا فيها بكتيريا ضارة ولا حشرات ولا تعفن ولا أي أذى. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يعني ليهم خدم بيجيبوا لهم اللي هم عايزينه في أواني من فضة وأكواب، ونوع الفضة ده غير معروف في الدنيا لأنه من شدة صفائه بيبقى شبه الزجاج. طبعا مفيش مقارنة بين الحقيقة والصور دي. قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني الأكواب والحاجات دي فيها القدر اللي صاحبها محتاجه بالظبط، لا أزيد من حاجته ولا أقل. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني المشروبات اللي في الكؤوس دي فيها طعم الجنزبيل، وده شيء ما ينفعش نتصور طعمه لأنه غير جنزبيل الدنيا تماما. عينا فيها تسمى سلسبيلة، في مصدر للمشروبات دي في الجنة وعين اسمها كده، ومن صفاتها إنها سلسة جدا في جريانها وكذلك في شربها. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الولدان المخلدون دول أطفال مخلوقين في الجنة في منتهى الجمال والروعة، موجودين في كل مكان، وسنهم بيفضل زي ما هو، ما بيكبروش ولا شكلهم بيتغير، بيخدموا أهل الجنة وبيقدموا لهم مشروبات وكده. ربنا شبههم باللؤلؤ من شدة جمالهم، كأنك مثلا عندك أولاد في الجنة بيحبوك جدا وبتحبهم، ومجرد النظر ليهم بس سعادة، ولما بيجيبولك حاجة أو بيقدمولك حاجة بتبقى السعادة أكبر. طبعا اللي عنده أولاد عارف الشعور ده كويس، بس في الجنة أعظم بكتير. في بعض المفسرين قالوا ان الاطفال دول هم الاطفال اللي توفوا في الدنيا، والله اعلم. ولما تشوف شكل العالم ده والمساحة والبنايات هتندهش، شيء مذهل فعلا. ممكن تشوف ملك بيمتد الالاف الاميال، مليان قصور وانهار وجمال مش طبيعي، وكل ده يبقى ملك لشخص واحد بس، فما بالك بمساحة الجنة كلها. الله اكبر، عالم ضخم جدا يصعب على اي حد في الدنيا تخيله، ما نعرفش عنه اي حاجة الا من خلال القرآن والسنة. وبرضو مهما تصورنا عمر تصوراتنا دي ما هتبقى زي الحقيقة أبدا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لبس أهل الجنة من الحرير الأخضر، والحرير هناك نوعين، نوع رقيق وده اسمه سندس، ونوع غليظ وده اسمه استبرق، شرحنا ده في فيديوهات قبل كده. وبيلبسوا أساور من فضة زي الملوك، وفي آيات تانية من ذهب،
فممكن ده حسب تفضيلاتهم أو درجاتهم في الجنة والله أعلم. ومشروباتهم كلها مطهرة تماما زي ما قلنا، وبتخرج منهم على هيئة عرق ريحته زي المسك، وكذلك الأكل. وده اللي وضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، مفيش هناك حمام والحاجات دي، مفيش أي حاجة بتخرج من جسم الإنسان غير العرق اللي زي المسك ده فقط. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ربنا بيخبر أهل الجنة إن كل ده أصبح ملككم جزاء لسعيكم في الدنيا، وأعمالكم تم قبولها والرضا عنها، زي الصبر على الابتلاءات والمصاعب والتمسك بالعبادات والدين وعمل الخير ومساعدة الناس وكف الأذى عنهم، واحتساب ده كله عند ربنا تم قبوله وفزتم بالفوز العظيم. ربنا يوعدنا وإياكم، آمين. بس في حاجة مهمة، الناس المذكورين في الصورة دي تحديدا عملوا فعل معين وربنا حب الفعل ده منهم وتقبله، ايه هو؟ نرجع لأول الصورة ونشوف قبل الوصف ربنا أشار لمين في الآيات. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني الناس اللي بيوفوا بالنذر اللي عليهم وبيتعاملوا مع ربنا بصدق وبيطعموا الناس في حب الله، سواء كانوا المساكين أو الأيتام أو الأسرى. ومش بس كده، دول وصلوا لمرحلة صدق مع الله إنهم مش عايزين يبانوا إنهم أصحاب فضل في ده. بتعبيرنا إحنا مش عاملين ده علشان ياخدوا اللقطة، هم فعلا أنقياء تماما، بيقولوا للناس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وده ممكن معناه خوفهم من يوم القيامة أو أيام في الدنيا تكون صعبة عليهم والله أعلم. فربنا قال عنهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وبدأ الوصف اللي بدأنا به الفيديو، يعني ربنا حفظهم من اليوم ده والخوف اللي فيه أو من فواجع الدنيا والله أعلم، ودخلهم الجنة برحمته. فكده مسألة إطعام الطعام دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا، والأهم منها هو الصدق مع الله في أدائها. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين. اقرأ سورة الإنسان دلوقتي، هتحس إنك بتقرأها لأول مرة، وحاول بقدر الإمكان تسعى للمكانة دي بإذن الله. عرف المعلومات دي لغيرك، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.